أكدت الأوساط الفلسطينية المختلفة على أن إقدام الرئيس الأمريكي على الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل سيؤدي إلى إشعال فتيل التوتر في المنطقة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بمرور ذلك لما يشكله من خطر ليس على القضية الفلسطينية فحسب، وإنما على المنطقة برمتها والولايات المتحدة كذلك. الاتصالات والتحركات الفلسطينية الحثيثة التي قادها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمواجهة ما تم الإعلان عنه من نية الرئيس الأمريكي الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها أثمرت عن مواقف تعتبر جيدة، فيما حذر الفلسطينيون من أن القيام بمثل هذه الخطوة سيكون له انعكاسات خطيرة جدا. حركة فتح ترفض هذا الإجراء رفض مطلق وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة، وهذا يعني بالنسبة لحركة فتح هو انتهاء ما يسمى بمسار السلام والدخول في معركة مفتوحة مع الاحتلال ومع الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وفي اعتقادي هذا يتطلب منا حتى كفتح استنفار كل كوادر وقيادات وعناصر فتح في كل دول العالم لمواجهة هذا الهجوم الأمريكي الغير مبرر على ثوابت الشعب الفلسطيني ومن ضمنها القدس، والقدس التي تعني بالنسبة لنا هي بوابة الحرب والسلام. وبرغم المواقف العربية والدولية التي أكدت على خطورة هذه الخطوة إن تمت، إلا أن ضبابية الموقف الأمريكي من ما ينوي الرئيس ترامب فعله بخصوص القدس يعتبر نسفا للعملية السياسية ويلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة أكثر من غيرها، كما ترى أوساط فلسطينية، خاصة أن الجاليات الفلسطينية على مستوى العالم تنشط هي الأخرى في المجتمعات المتواجدة فيها للتعريف بهذه المخاطر. الأيام القادمة ستشهد حراكا جديا وضاغطا أيا كانت القرارات التي ستأتي من قبل الإدارة الأمريكية. نحن سنمضي في معركتنا، لن نتنازل عن القدس أيا كان الثمن. أوضاع منطقة الشرق الأوسط التي تشهد توترا منذ سنوات عدة قد تكون من بين الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي يفكر باتخاذ مثل هكذا قرار، لكن المسؤولين الفلسطينيين اعتبروا أن هذا سيشكل بداية جيدة لوحدة جديدة وجدية في المواقف العربية والإسلامية، خاصة أن المستهدف هو مدينة القدس. يؤكد الفلسطينيون أن المخاطر فيما يتعلق بالإعلان الأمريكي عن القدس عاصمة لإسرائيل سيجعل الأمريكيين هم الخاسرون الأول والأخير، لأن هناك التفافا عالميا بات واضحا نتيجة للتحركات الفلسطينية الكبيرة والكثيرة لهذا الموضوع. محمد الصنوري، CGTN العربية، فلسطين.